في الحديدة وتحديدا في مستشفى الثورة العام تتزايد حاجة مركز علاج حالات سوء التغذية إلى الدعم بالمواد الصحية والأدوية كالمحاليل وغيرها من الاحتياجات اللازمة، ولذلك يعقد المعنيون اجتماعات متواصلة من أجل تقديم حلول ناجعة لتخفيف وطأة المعاناة عن هؤلاء الأطفال بعد تزايد معدلات سوء التغذية على نحو كبير. تتعدد أسباب الإصابة بالأمراض ويتضاعف أعداد المصابين، ويصبح صراخ الأطفال وجعا مكتملا مع نقص العلاج والوسائل الدوائية المستخدمة. نظرا لما نعانيه من قلة وشحة الأدوية في مخازن الأدوية بسبب تواجد الكبير للمرضى وبسبب وجود بعض الأقسام الغير متوفرة في باقي المستشفيات الخاصة والعامة مثل الطوارئ التوليدية، طوارئ الأطفال، مركز الحروق، الطوارئ العامة، كل ذلك شكل ضغط كبير جدا على هيئة مستشفى الثورة مما أدى إلى نفاد الكمية في مخزون الأدوية. لذلك نحن نناشد جميع المنظمات الإنسانية وأصحاب الأيادي البيضاء لدعم المستشفى. لم يعد الحال مقتصرا على مناطق الريف وحسب، بل صارت حتى مديريات المدينة الرئيسية تعاني من سوء التغذية، حتى باتت المحاليل والأدوية المتوفرة غير قادرة على التخفيف نتيجة لضآلة المتوفر منها. مع كل ما تقوم به المنظمات الإغاثية من جهود، إلا أن الحاجة إلى برامج حكومية فاعلة ضرورية لمواجهة انتشار الأمراض في المحافظة.